السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تشاهدونه هو جيلوز شابمان. جيلوز شابمان est un milieu sélectif pour l'isolement des staphylocoques. يعني هو وسط زراعي يسمح لنا بعزل الستافيلوكوك، لأن بكتيريا الستافيلوكوك تقوم بتخمير المانيتول الموجود في هذا الوسط. الشيء الذي يجعل ميليو شابمان سيليكتيف، أي خاص فقط بالستافيلوكوك، هو وجود كلورير دو صوديوم الذي يقوم بتثبيط نمو كل أنواع البكتيريا غرام نيجاتيف وغرام بوزيتيف، حيث أن نمو وتكاثر بكتيريا الستافيلوكوك على وسط شابمان راجع إلى قدرة الستافيلوكوك على تخمير المانيتول. عملية تخمير هذه أو la fermentation de manitol تؤدي إلى l'acidification du pH، حيث يتحول لون الوسط من الأحمر وهو اللون الأصلي لشابمان إلى اللون الأصفر. هذا بوجود لروج دو فينول الذي يعتبر انديكاتور دو بي اش. لونسومونسمون تكون بالزرع بواسطة لونس دو بلاتين مباشرة على سطح الجيلوز. للتذكير فقط، يجب احترام كل قواعد العمل في المخبر البكتيريولوجي لتفادي الكونتاميناسيون. الانكوباسيون تكون في درجة حرارة 37 درجة مئوية لمدة 24 ساعة إلى 48 ساعة. بعد الانكوباسيون، أي بعد 24 إلى 48 ساعة، كما تلاحظون تكون النتائج كما هي موضحة أمامكم في الصورة، حيث أن نمو الستافيلوكوك على وسط شابمان يقوم بتحويل لون الجيلوز من اللون الأحمر وهو اللون الأصلي لشابمان إلى اللون الأصفر، أي أن بكتيريا ستافيلوكوك قامت بتخمير المانيتول الموجود في الوسط ونقول عليها مانيتول بوزيتيف. في هذه الصورة عملية التخمير تقريبا هي جزئية فقط، كما تلاحظون بقايا اللون الأحمر في الوسط، حيث كلما زادت مدة الحضن كلما تكون عملية التخمير كلية وتحول كلي للون الوسط إلى اللون الأصفر كما تشاهدون في هذه الصورة. ملاحظة فقط، وهي ملاحظة جد مهمة، يجب القيام بكولوراسيون دو غرام وتست دو كاتالاز وتست دو كواغولاز لتكون عملية تشخيص ستافيلوكوك عملية تشخيص كاملة.